السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام. أهلا صادق. أهلا وسهلا يا خليل. انتظرتك نصيرا يا أخي. عذرا تأخرتك، تأخرت عليك، كان الطريق مزدهما. لا بأس، حمدا لله على سلامتك، نفضل اجلس هنا. شكرا لك. ماذا معك؟ هذه صور أسرتي. جميل، هل يمل جميل يمكن أن أراها؟ بالتأكيد، انظر، هذا أبي، اسمه علي، هو طبيب. ومن هذه؟ هذه أمي، اسمها ليلى، هي معلمة. ومن هذا؟ هذا أخي إبراهيم، هو طيار، طيرا إماراتي. ومن هذه؟ هذه أختي فاطمة، طالبة جامع الشيخ زايد، تدرس الهندسة. هل يمكن أن أزورك بجيمتك وأنت أعرف بحمد جميرة؟ نتصرف بك يا أخي، وسترى كل آل الشر. جدي وجدتي وعمي وعمتي وخالد وخالتي وأولادي عمي وأولادي خالي وأولادي خالتي. ما شاء الله، يا لحم، يا لحامنا الأسرة كبيرة كبيرة. شكرا. عفوا.